هنروح مع حضراتكم دلوقتي لأخبار الطقس ودرجات الحرارة، ونشوف كمان الناس اللي مسافرة هتستمتع ولا هيكون الجو شمس شوية النهاردة. النهاردة هنبدأ معاكم كالعادة من القاهرة. القاهرة 34-26 والجو فيها مشمس شوية. اسكندرية 32-26 والطقس غائم جزئي. مرسى مطروح 32-24 برضو طقس غائم جزئي. والغردقة 38-28 معاكي شرم الشيخ. طيب نروح شرم الشيخ، درجة الحرارة العليا 37 و30، بتنزل تقريبا 7 درجات بالليل. اسماعيلية 34 23، بورسعيد فيها شوية رطوبة 32 العظمى 25 بالليل، السويس 35 24 بالليل. المنيا هنلاقي 35 26، سوهاج 37 26، الأقصر 41 27، وأسوان 42 28. نروح العريش 34 23، نخل 35 21، 36 في طابة العظمى 21 بالليل، الطور 36 بالنهار و 26 بالليل، يعني فرق حوالي 10 درجات. كاترين 34 19، مرسى علم 37 28، الشلاتين 38 29، وحلايب 36 31. وسط الدلتا 34 الصبح 26 بالليل وفي رطوبة، دمياط 32 25، بلطيم 33 26، والفيوم 36 26، برضو فرق 10 درجات من الصبح بالليل. يعني على أي حال طقس مائل الحرارة على معظم أنحاء البلاد، لكنه بينخفض قليلا على الأنحاء والسواحل الشمالية، وده بس مناسب. بس مفيش أي مانع برضه إن الناس هتسافر وهتصيف وهتتبسط. بالعكس يعني لو خدنا خط الساحل الشمالي واسكندرية وكده، هتلاقي إنه النهاردة مفيش شمس أو الطقس غائم جزئي، وبالتالي يعني هتستمتعوا بالبحر يعني طبعا اللي هيعرف يروح. إحنا قاعدين هنا. إحنا قاعدين هنا مستنيين.